موسم استثنائي وبطولة استثنائية، وانك تحرز البطولة مرتين ورا بعض دي ما حصلتش غير قليل جدا في تاريخ نادي الزمالك، ولكن حصلت المرة دي مع العوامل الكتير جدا اللي انت قلتها لي. شايف ما مدى أهمية هذا اللقب، لقب تاني على التوالي بتفرق جدا مع الفريق؟ هو اللقب ده تحديدا يمكن حسسك بحاجات كتير، ان الزمالك يمتلك الاسم اللي يساعد ان هو مدرب زي فريرة يجي عشان يقول ان المرحلة الاولى دي كانت مرحلة لما ارجع تاني عشان انا اسس فريق انا حاجة استنفر قوى الادوات المتاحة ليا. فالدوري بتاع السنة دي ده كان دوري غريب، لان هو في النهاية في نهايته انت بدأ يجي لك احساس ان الراجل ده لما يجي السنه الجايه يدعم العناصر المنقوصه عندك هيحصل حاجات كتير قوي. فالدوري ده قيمته في تفاصيله الصغيره، اللي هو احساسك ان انت عادي لو حصل لك اي كارثه مستقبليه في الزمالك انت تقدر تبني وتقف كتير بسرعه على رجلك، مش مهم قوي تقعد تبص وراك. كمان كل واحد من اول الاداره لغايه اصغر حد في المنظومه دي بدأ يجبوا مصلحته على مصلحة الشخصية بتاعته على ان النادي، يعني ان المجلس مثلا في وقت من الاوقات كان عنده رأي مثلا بلاش نكمل في استاد القاهرة، لما حصل رفض من لجنة الأندية ما حصلش نزاعات، بالعكس هو فضل اللعب بالظبط. وكمل. بدأنا نبص نلاقي فريرة ما عندوش شكاوي من قلة القايمة، او عنده احساس ان انا بدور على تدعيمات السنة الجاية، لا هو استنفر قوى اللعيبة. الناشئين بدأوا يحسوا ان هما بقوا في المنظومة دي وليهم دور، اللعيبة الكبار زي زيزو كل الكلام ده. فالدوري ده قيمته في ان هو لا الزمالك يا جماعه الزمالك اكبر بكتير من ان انا اخاف وارجع ورا وان انا يتهز مهما يحصل مجالس مهما يحصل كل المشاكل دي، لا الزمالك اسم، الزمالك اسم كبير يخليك انت تصدق كجمهور وتدعم. ده اللي خلى الجمهور كمان يبقى قاعد وراه ويدعم، لدرجه ان فريره مثلا في مباراه الاسماعيلي كان بيقول لك هو الجمهور ما حضرش ليه؟ دايما يديك كمان مدى قيمه الجمهور الزمالك وقوته السنه الجايه لما يحضر، لما الاستاد يتفتح بشكل اكبر، لما كل الامور دي ان شاء الله هتخلي الزمالك على التراك الصحيح. ده انا متفائل جدا من الموضوع ده. اسم نادي الزمالك كافي ان هو يخلي جمهوره مؤمن بيه طول الوقت، ولكن برضو لما بقى فيه استقرار، يعني انت اتكلمت في حتة المجالس دي، لا في لما بيبقى فيه استقرار الموضوع مختلف تماما. يعني شخصية نادي الزمالك بتبان، القرار بيبان، يعني القرار مثلا بتاع اللعيبة الكبار بتوع الفريق، سواء ابو جبل وطارق وبعض اللعيبة اللي كان فيه لسه ما حسمش امرهم من التجديد، لما مجلس الادارة قال شكرا اللي مش عايز نادي الزمالك خلاص انا مش عايزه، وقد كان راهن على المنظومه ويعني نحى الفروق الفرديه بقى او اللعيبه المهمه او لاعب اسم كبير لديه القبول عند جمهور نادي الزمالك، لا المنظومه هي اللي كسبت، اللي نط من المركب زي ما بتقال كده خسر قوي السنه دي. هقول لك حاجه، خلينا نتكلم ان مباراة الوداد الخروج منها اللي هي الخسارة في القاهرة خلت الكل ينزع فكرة التعصب للعيبة أو تعصب لمدرب أو تعصب لقرارات. مجلس الإدارة استمد قوته من خروج ماتش الوداد ده إن هو حس إن الموضوع اللعيبة مش كبار مش هتعمل كل حاجة، فكرة الـ 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 القناعه ان اللعيب هو اللي هيتحكم في اللعيبه كلها ما كاسم، ان انا ممكن اسيب لعيب فيروح لمنافس او يروح لبره او خلى ان هو احساس ان ممكن يبقى في حصل غضب جماهيري. فالجمهور فاق من حته ان ما فيش لعيب كبير ممكن هو اللي ابني عليه، لا اللي يمشي هيجي غيره، لان اسم الزمالك بيبقى جذاب في وقت الاستقرار. الاستقرار اللي حصل ان مجلس الاداره قرر ان هو لا انا خلاص انا مش هفضل اجري ورا اللعيبه في التعاقدات، انا هاخد قرار ان انا عندي مدرب هو اللي هيقرر. دي كانت اول الخطوات الصح، ان انا ادي فريرة صلاحيات الملعب واختيارات اللعيب، ان مجلس الاداره قرر ان هو مش هيجري التعاقدات تاني، هو هيحط شروط معينه اللي عايز يقبلها يقبلها مش هيقبلها يقبلها، وان هيستثنى بعض اللاعبين المتميزين زي واحد زي احمد سيد زيزو اللي هو يستحق ان هو يبقى مميز، وان اللي هيشوف غير كده يبقى هو بيضحك على نفسه. وبالتالي لما اتفقت المنظومه ما بين او المنظور ما بين مجلس الاداره وما بين لعيبه ما بين جمهور الزمالك، اصبح الجمهور واثق في ان الاستمراريه في ان انت تاخد الخط ده ان هيؤدي لشيء. ان هو مجلس اداره فكر بشكل صح، ان هو راح اتعاقد مع واحد زي جوزوالدو فيريرا وما استعجلش خالص ان هو يجني ثمار الموسم ده،
فده خلى فريرة واقف على ارض، الراجل ده مش جاي يهزر، والراجل ده اكبر بكتير من ان هو يقول لمجلس اداره ان انا السنه دي مش جاي احقق حاجه، بالعكس هو كان عنده يقين وايمان بده وزرعه في اللعيبه، وبالتالي اصبح كل واحد بقى عارف دوره هنا، مجلس اداره بقى بيساند الفريرة، بيدير الموضوع فنيا من الـ من من اي تو زي، واللعيبه بدات تحس ان اللي عنده دلوقتي اللي هيحس ان هو يستمد قوته من جمهور ده خاطئ، او اللي هيحس ان هو النهارده هيخطئ في حق الزمالك او في حق الجمهور هيقع، وبالتالي اصبح كل واحد عارف قيمته ازاي، الاحتياطي احتياطي، اللي بينزل اساسي بيحاول ان هو يكاتش الفرصه دي، لعيبه اتطورت، لعيبه كل ده. فاللي حصل ان مجلس، اي مجلس في الدنيا لما مستقر ويبدا يقرر، النهارده مجلس اداره الزمالك بعد ما كان في نص الموسم بيعاني من رحيل رحيل رحيل، اصبح السنه دي ان هو بقى عنده قوه ناشئين يقدر يبني عليها، وبالتالي هيقعد مع فريرة هيعرف ايه النواقص، ما بقاش هو هيدفع الملايين المباحه، بالعكس هيحط يفوكس على كام صفقه مع الحفاظ على القوام الاساسي. استقرار مجلس الاداره مع وجود مجلس اداره بدا يفهم، بدا يتعلم، كلنا بنخطا وكلنا بنتعلم من اخطائنا، السنه دي الميزه ان كله بيتعلم من اخطائه. فاتمنى السنه الجايه ان كل واحد يعرف دوره ويستمر هذه المنظومه اللي الحمد لله ناجحه، عشان ان شاء الله السنه الجايه يبقى في تطور، يعني يبقى في طموح اكبر. احنا طموحنا في افريقيا اللي واقفه كتير، كل ساعات بيسخر من فكره طموحنا في افريقيا، لا احنا مش هنجيف اب، احنا اللي كنا اعلى نادي في القرن اللي فات حصولا على بطوله افريقيا اللي هي البطوله الاهم، فاحنا اللي عرفنا القاره كلها يعني ايه تنهي القرن اللي فات باربع بطولات افريقيه ابطال دوري، فلما يحصل الاخفاق في الالفيه الجديده لا انت لازم ترجع تاني بطل، هو ده الحرب اللي احنا لازم نحارب عليها السنه دي. فمجلس اداره اتفق مع فيريرا مع اللعيبه مع كل الناس ان ده الحلم الاكبر السنه الجايه ان شاء الله.